هناك بعيدة. التوكسي اجانا تليفون. توكسي 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 بده دعاية للتوكسي، عملنا له دعاية وعملنا له شيء كثير مهضوم وخلاني بوريد. خلي تليفونك بعيدة. شو طيبة هالمي؟ شو هي هالمي؟ هي هي الحياة طلعت ونزلت ولك حاب تتحاب حاب قد ما فيك ونام وأحلام ونحن من وعيك تعيش وتاكل. يعطيك العافية يعطيك العافية. يا ريت تقف لي هون عمو المعروف. اوكي بس بدي اسالك اول شيء عرفنا عن حالك. عدنان خباز من البترون. عدنان قل لي انت شو هول التوك توك؟ انا هودي عاملهم تاكسي وتور ودليفري. ناخذ على الكاميرا عمو المعروف. عاملهم تور وتاكسي ودليفري بالبترون وعم باخذ اعراس بكشفهم وباخذ اعراس فيهم. حتى يعني عرسين عم يطلعوا معك كمان؟ كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء اعراس دليفري وتاكسي. بالبترون كل شيء ضمن البترون يعني. طيب وكيف اجتك الفكره؟ الباترون صار فيها كتير كثافة انه سواح وهيك وحبينا نعمل شيء نلبي العالم على السريع وقصتها سريعة هيدي. طيب السنة فسر لي السواح منيح السياحة يعني بوضع هالأزمة اللي نحن عايشينها؟ صراحة كتير منيح. الباترون مليانة يعني ما عندك اير بي ام بي فاضي بالباترون، ما عندك شيء فاضي، كله عم بيطلب توكسي، كله بيتنقل معي بالباترون. طيب وغالي ولا رخيص؟ عملها ب 3000 ليرة انا بس. 3000 ليرة شو؟ 3000 التاكسي وكل شيء بقلب الباترون والتور ب 15000. اها طيب وسواح كثير اكيد بيطلع معك؟ كلهم سواح حابين الفكره واولاد الباترون كمان. طيب وبايام اللي كثير 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 شوب مثلا مثل هالايام كثير شوب شو بتعمل؟ شنو نعمل؟ شنو نعمل؟ يا خيي شو؟ يا خيي والله يخليك انت منا وفينا نحنا منكبر فينا تليفونك في ايدا ولا عضا حاب تتعام حاب قد ما فيش ولا عضا تعيش وتاكل غيره تعيش وتاكل غيره ضربوا طالع فيه